صحب أهل الحسام صلوا بنا باهتمام على شفيع الأنام حبيب محيي العظام عليه أزكى سلام الله صلى عليه ثم اصطفاه لديه وحين أوحى إليه على لأعلى مقامي طيبوا بطيبة طيبوا فقد تجلى الحبيب وفاح نشر وطيب يفوح مسك الختام يا من يروم النعيم نعيما بحبه كن مقيما ولو تكون سقيما لديه برء السقام قد طاب هذا الربيع مذ جاء فيه الشفيع له جمال بديع يفوق بدر التمام طابت بقاع البقيع بقيعي من قربها للشفيع شفيعي سكانها في ربيعي من أنس تاج الكرام هذا البشير النذير هذا السراج المنير إنا به نستجير في دفع كل انتقام هذا الذي قد ترقى إلى السماوات حقا وخاطب الله صدقا بوحي خير الكلام هذا النبي الكريم له مقام عظيم بكم رؤوف رحيم أنتم به في اغتنام به يطيب الزمان زمان وفي حماه الأمان أمان وجاره لا يهان في عزة واحترام حبا جميل الصفات وغاية المكرمات له جزيل الهبات منها نعيم الدوام به تباهى الجمال جمال ومنه تم الكمال كمال وبان فينا الحلال به وحكم الحرام يا خاتم الأنبياء يا سيد الأصفياء يا هادي الأولياء يا زين كل إمام إني عبيد ذليل من
عثرتي أستقيل أستقيل وما يخيب النزيل في حيرة الذمام يا ربي أحسن خلاصي واغفر بغير قصاص لما يشيب النباصي من هول يوم الزحام بحق نور محمد محمد وبالكتاب الممجد ممجد اجعل لنا النار تخمد يوم الكروب العظام بمن أتى بالكتاب ومن هدى للصواب جد لي بشرب شراب يحيا به كل ظلام صلى الإله السلام سلام على الذي ذا إمام إمام رسل عليهم سلام والآل أهل اهتمام صلاة رب الأنام على الرسول التهامي والآل صفو الكرام وصحب أهل الحسام وصحب أهل الحسام وصحب أهل الحسام.